السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من حلقتنا لهذه الليلة من قصة شعب. سأل لعاب العثمانيون في 1538، فوجهوا أنظارهم إلى اليمن بعد التوسع الذي توسعوا فيه في بقية المنطقة بشكل عام. ما من استعمار كما ذكر ضيفي إلا وله مبررات يقف خلفها حتى يعطي لنفسه شرعية لدى الآخر في قضية التوسع أو قضية الاحتلال أو سميها ما شئت. ذكر ضيفي أن دخول العثمانيين إلى اليمن كان تحت مبررات، منها وهو يؤكد على ذلك يرى أن السبب ربما الأساسي أنهم يعني إيقاف الاستعمار أو التوسع أو المضار التي قد تصل إلى العالم الإسلامي من قبل البرتغاليون. الأمر الثاني حماية الأماكن المقدسة أن يصلها شيء، كونهم يعني دولة إسلامية في الأخير أو خلافة إسلامية بالنسبة للعثمانيين. ثم قضية حماية المضايق المهمة، باب المندب وكذلك البحر والبحر الأحمر والبحر، يعني حماية اقتصادية أو منظور اقتصادي في هذا الباب. وصلوا إلى اليمن، هل وجدوا مقاومة؟ كيف وصلوا إلى صنعاء في المرة الأولى؟ حول ذلك يسعدني أن أكمل هذا اللقاء مع ضيفي الدكتور صالح. طبعا 1538، نعم 1538 أرسلوا يعني جاءت قواتهم، طبعا هم موجودين في مصر الآن، 1517 موجودين في مصر، موجودين في الشام، موجودين أيضا في بعض مناطق في الحجاز. أرسلوا قواتهم لكن لم تقف في تهامة لتسيطر مثلا على تهامة كما هو دائما عادتهم. أرسلوها إلى عدن، إلى حيث آخر دولة ممكن نقول شبه قوية، بني طاهر. بني طاهر و بينما تهامة ذلك الوقت يعني تهامة يعني تتقاسمها عدة يعني بني مناطق نجاح نفوذ، مثلا أو يعني بقايا النجاحيين، بقايا الدولة، يعني بعض الأئمة يحاولوا يدخلوا تهامة، يعني أكثر إلى من الآن جاه. الدول القاسمية قد ظهرت؟ لا، الدولة القاسمية في نهاية الدولة العثمانية. جميل. فدخلوا جاءوا إلى عدن، لكن الزيديين موجودين. طبعا الإمامة الزيدية ظلت موجودة كمذهب وليست كدولة. لا، هي موجودة كدولة بس أحيانا تكون دولة وأحيانا تكون دويلة، أحيانا تنكمش إلى صعدة وأحيانا تمتد إلى صنعاء، أحيانا تمتد إلى مناطق الجنوب، يعني تصل إلى تعز، تصل إلى مناطق إب، وأحيانا تنكمش في يعني حجة أو في شبام كوكبان أو في ثلا، يعني تدور حول الإمام، حول الإمام يعني وأحيانا تكون الدولة الزيدية مكونة من عدة أئمة، بالتالي من عدة دول، لأنه المذهب الزيدي يعني يضع من ضمن شروطه الشجاعة ومن ضمن شروطه الخروج على الحاكم، وبالتالي من هو أشجع وهو عنده قدرة، بالتالي ذهبوا إلى عدن. طبعا الأمير عامر بن داود الطاهري كما تقول يعني كتب التاريخ يعني رحب بهم، رحب بالعثمانيين، وطلع إلى ظهر السفينة التي تقل قائد الجيش العثماني، يعني سفينة القائد في سواحل عدن، يعني في عدن، في سواحل عدن، على أساسه هو ومجموعة من حاشيته للترحيب بقدوم الدولة العثمانية والسلطنة العثمانية، ولكنهم شنقوا على ظهر السفينة مع مجموعة من أتباعه. توجد رسمة لشنقو، يعني ربما رسمت نحد ممن كان يرافق الرحلة. لكن التحليل العثماني لذلك ما هو؟ انه اذا قتلناها هو نوع من التخويف لبقيه الامراء. بس هل كان الشيء الثاني اللي يجده مبرر انه هذا عامر بن داود الدوله الطاهريه كانت على علاقه بالبرتغاليين وكانوا يمالوا البرتغاليين، يعني حتى وهل هي حقيقه؟ يقرروا. والله لا اعتقد انها حقيقه، لانه حاولت الدوله الطاهريه ان تتعقب البرتغاليين، ولكن فتحت لهم الابواب، يعني اقصد انه كان فتحت لهم الابواب، واللي قاوم البرتغاليين هي الدوله الطاهريه، فكيف يكون يعني عاملها في عدن او اميرها في عدن، بينما عامر اين كان يحكم؟ كان يحكم، يعني هي تقلصت الدوله الطاهريه، كان عاصمتها تعز ثم تحولت عاصمتها الى عدن، لكن عندما جاء الغزو البرتغالي كان لها امير لعدن، امير بالتالي. لكن الدولة الكثيرية اللي هي برئاسة اللي يقودها كان بدر أبو طويرق، يسمى بدر بن عبد الله، يعني تراسل مع العثمانيين وأكد لهم أنه يعلم ولاءه لهم، وبالتالي لم يذهبوا إلى حضرموت، لا إلى الشحر ولا إلى حضرموت، مضمونة يعني. أنه خلاص أعلن الولاء لهم، فيبدو أنه كان مغزى أنه عدن نوع من الإخافة
ورمزية لبقية المناطق، ورمزية لبقية المناطق، ويخاف بقية الأمراء. طب قتلوه ثم قتلوه عدمه، بالتالي دخلوا عدن وسيطروا على عدن بسهولة، ما حصلت مجازر يعني، لم تحدث أي شيء، سيطروا على عدن واتجهوا مرة ثانية إلى إلى تهامة، ومن تهامة اتجهوا نحو صنعاء. يعني نحو المناطق الوسطى تعز وإب ومناطق هذه خلاص سقطت، لأن هي تحت الدولة الطاهرية سقطت تحت سيطرتهم. يعني دائما بسقوط يعني الرأس، مركز الدولة أو رأس الدولة تسقط المناطق. توجهوا تهامة، توجهوا تهامة، من تهامة عادوا إلى صنعاء. يعني عدن ثم المخا مثلا نقول، يعني المخا وبيت الفقيه وزبيد والحديدة، ثم عادوا من جديد بطريق البر نحو صنعاء. صنعاء هنا بدأ الصراع بين الإمام شرف الدين ثم ابنه بعد وفاته مع العثمانيين. الإمام شرف الدين كان يحكم صنعاء ذاك الوقت، كان يحكم صنعاء تحت 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 أي دولة؟ تحت الدولة الزيدية. الزيدية استمر الحكم الأول في حدود 30 سنة، يعني من 1538، بعضهم يقول 1536 لكن معظمهم تقول 1538 إلى 1636. 1636 سنة. هذا يعني حدث انكماش للوجود العثماني من المناطق الشمالية، و35 و36، من 1536 أو 38 إلى 1636، 100 سنة. لا 30 سنة أول شيء، 1600 يعني 30 سنة، يعني بداية القرن 17. حدث لهم مقاومة، يعني من 1538 إلى 1566، 36 سنة. يعني قاوم الإمام شرف الدين ثم ابنه ثم الإمام المطهر آخرهم قاوموا، عادوا بعد موت ومقتل موت المطهر. يعني خلال هذه الفترة حصل عراك يعني ما بين العثمانيين، حدث عراك في صنعاء ولا حول صنعاء؟ حول صنعاء وفي صنعاء وفي المناطق الزيدية، ودائما المناطق الزيدية هي المناطق الجبلية. يعني حجة، حجة المحويت، شهارة، كوكبان، ثلاء، صعدة، هذه المناطق الصعبة، مناطق واللي سميت فعلا بمقبرة الأناضول. مقبرة يعني الأناضول، مقبرة الأناضول. يعني فعلا ماتوا حتى المصريين في صعدة وهذه المناطق، إذا عدد كبير مات في أثناء مقاومتهم للملكيين في 62 إلى بداية 67. فأعادوا من جديد، طبعا هم تهامة بقيت تحت سيطرتهم، يعني سحبوا من صنعاء من المناطق الجبلية وبقيوا في المناطق الساحلية الزيدية في لا العثمانيين انسحبوا من صنعاء، انسحبوا من صنعاء، وجدوا مقاومة، وجدوا مقاومة وانسحبوا بعد 30 بس فارق سنة. السلاح يعني مثلا كان ذلك الوقت العثمانيون يمتلكون مكنة ويمتلكون عتاد. دائما من يحاربك بطريقة، من يحاربك في أرضه وهو عارف جباله ويحاربك حرب عصابات، غير من يحاربك بطريقة الجيش مقابل جيش. يعني بالتالي هذه دائما الصعوبة لتواجه، لكنهم ظلوا في المناطق التهامية. عادوا من جديد بعد مقتل أو موت المطهر 1066، يعني 1566 عادوا، واستمروا في حدود يعني 67 إلى 70 سنة، اللي هم العثمانيون. العثمانيون في صنعاء، في صنعاء وفي اليمن ككل. يعني استمروا إلى أن ظهرت لهم حركة الإمام المنصور القاسم، الدولة القاسمية يعني. يعني بداية الدولة القاسمية بدأ المنصور في 1598 وبدأ محاصرتهم في صنعاء. 1598 يعني نهاية القرن السادس، نهاية القرن السادس عشر. يعني بدأت يعني مقاومة القاسم، ثم مات القاسم، جاء ابنه المنصور، المؤيد المنصور، المنصور اسمه المنصور، نعم منصور القاسم. يعني المنصور هو اللقب. ثم جاء ابنه المؤيد، المؤيد حاصر العثمانيين في صنعاء. يعني واضطر العثمانيون إلى توقيع ما يشبه الهدنة معه مع المؤيد، واستمر الكر والفر ونقض الهدنة أو نقض الاتفاق، وأحيانا يبقى الاتفاق، إلى أن حاصرهم وأجبرهم على الرحيل نهائيا من اليمن المؤيد في 1536. 1636 وبدأت الدولة القاسم. طبعا حينها المؤيد وقبله والده القاسم اتصل بالأمراء وبالحكام المناطق حتى الجنوبية، يعني حضرموت،
على لحج على عدن على أبيض. هل وقفت المنطقة دي كلها بإجماع؟ وقفت مع المؤيد لإخراج العثمانية، لإخراج الدولة العثمانية ومدته وتعز أيضا يعني ومدته ببعض يعني هل الدعم. كان هل كان حقيقة الإمام المؤيد ذلك الوقت كان يعني قائد؟ يبدو أنه كان قائد، ووالده أيضا قد سبقه أيضا، كان أيضا بمستوى يعني ولعب دور أيضا في نشر دعوة الدعوة للجهاد. يعني اعتبر ليس دعوة لنشر المذهب الزيدي، ولكن دعوة للجهاد ضد العثمانية. طبعا الدولة العثمانية وقعت كما وقعت كل الامبراطوريات يعني بعد الخلفاء الراشدين، وهو أنه العمال تستبدلهم سريعا، والاستبدال هذا يجعل العامل لا يبحث عن تنمية ولا عن تعمير، يبحث عن مكاسب، عن فلوس مصالحه. الشيء الآخر أيضا الصراعات هذه الطويلة، الحروب الطويلة لا تؤدي إلى تنمية، وبالتالي يعني يفقد الفلاح مزارعه، يفقد الفلاح عيشته، يفقد العامل معمله، بالتالي تخلق نوع من عدم الرضا. أنا أتمنى يعني أن نرضى عنا سادة المشاهدون فيما قدمناه، لكن سؤال حقيقي في غاية الأهمية في نهاية الحلقة، هل كان الصراع يعني الدولة العثمانية أحناف يعني في نعم. في الفروع وكذا، وهنا زيدية، نعم. هل كان المواجهة في ذلك الوقت مواجهة دخل فيها العامل الديني أو العامل المذهبي؟ أنا سأخذ منك لكن في بداية الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، ثم ما الذي تم بعد ذلك بعد خروج العثمانيون؟ ما الذي عادهم؟ وهل تأثر الواقع اليمني حقيقة في التواجد الأول أو الثاني؟ يعني مثلا لو نذهب إلى صنعاء القديمة الآن نجد التأثر موجود في الشوارع البكيلية، يعني موجود، يعني ما مدى التأثر في ذلك؟ لكن هذا إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. أعزائي المشاهدين، بدأنا نلج حقيقة في التاريخ الحديث إلى حد ما، يعني وأتوقع أن هذا هو التوطئة يبنى عليها ربما الآن، يعني هو يبنى عليها من حيث الإنسان اليمني من قديم، لكن من حيث التفكير، من حيث المؤثرات في الواقع الموجود الآن، يعني هل لها تأثير على الواقع الآن؟ يعني هل العثمانيون الآن أو الدولة التركية الآن علاقتها مع اليمن، هل سأربطها أنا مع الماضي الموجود؟ هذا ما سنسجده إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. أرجو أن أجدكم بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.